طيب يا جماعه احنا لسه مكملين يعني معاكم كلام، بس يمكن يكون الفقره دي يعني الكلام فيها مختلف شويه. كلنا عارفين ان عامه الرياضه بصوره عامه من قديم الازل كانت ممكن يكون متجهه اكتر للشباب الولاد او الرجاله، وكانت ممكن بنشوف ان البنات بتكون ليها حيز قليل من اختيار البنات، مش ان حد بيكون بيفرض عليهم حاجه زي دي. لكن مع مرور الوقت لقينا لا، ان الموضوع بدا يتغير، بدا يكونوا موجودين في كمال الاجسام، ويمكن احنا شفنا حاجات كتير على السوشيال ميديا للبنات فعلا ليهم اداء كبير وحاجه قويه فعلا ان احنا نقدر نقول ان بنت قادره تكون بتعمل ده. لكن هل ده بيكون سبب في تغيير شكل البنت؟ يعني البنت ممكن تكون بيقولوا معظم الناس ان هي ممكن لو اتجهت للجيم او لرياضه كمال الاجسام بصفه عامه ده بيغير من شكل انوثتها او ما يعني يسمى بخلاف كل الكلام ده. طيب احنا النهارده يعني معانا ضيفتنا فاطمه السروي، هي فعلا ليها وجهه نظر تانية، وهتشوفوا معانا احنا بنتكلم معاها كده والفكره اصلا جات لها ازاي، وازاي فعلا ان هي قدرت تدرس وان هي فعلا تحافظ على انوثه البنت وتكون داعم كتير جدا لبنات كتير ان هي فعلا تقدر تلعب رياضه كمال الاجسام من غير ما تفقد اي حاجه من شكلها. يعني خلينا كده بقى كفايه كلام ونسلم عليها. ازيك يا فاطمه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار تمام؟ ازيك يا فاطمه؟ ربنا يخليك. اولا يعني انا حابه ابدي اعجابي بيكي بجد، لان انت يمكن فعلا بتغيري الصوره الذهنيه اللي الناس كلها واخداها عن فكره ان بنت تلعب كمال اجسام او تدرب كمال اجسام. دايما في صوره ذهنيه كده نمطيه في دماغنا كلنا ان البنت لازم تبقى مسترجله ومعضله وعندها عضلات ما يبقاش فيها انوثه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله عليكي. في البدايه كده يعني قولنا الموضوع بدا معاكي ازاي؟ يعني هو بدا ان لقيت ان كل البنات اللي حواليا مجرد ما يعدوا 30 سنه انزلاقات، خشونه في الركبه، مش عارفه مشاكل في فقرها العنقيه، طول الوقت. طول الموضوع طبعا مع الوقت بيزيد وبيتطور، فحسيت ان انا ايه اللي يوصلني في السن ده الصغير ده ان انا ابدا اعاني من المشاكل دي كلها. ما بقى قريت وطلعت اكتشفت ان احنا البنات عندنا الجهاز العضلي ضعيف، اضعف من عند الراجل، غير ان احنا كستات بنمر بقى من بدايه البلوغ للجواز للخلف للكالسيوم اللي بتسحب من العظم للقصه دي كلها، فبنتاثر بعوامل الزمن اسرع. فقلت انا مش عايزه امر بالقصه دي، انا عايزه اخش يبقى جسمي قوي بحيث ان هو يقدر يكمل معايا اطول يعني. بالظبط. انا ما اقدرش ان انا بسن 40 سنه مش عارفه امشي. بس بدات بقى كان دي قصه معايا، دي البدايه. صح، دي البدايه عندك. دي البدايه. طب اشمعنى كمال الاجسام؟ ما عندك رياضات تانية يا بنت الناس حاجه؟ اشمعنى كمال الاجسام؟ انا دخلت الجيم عادي في الاول، يعني داخله انزل بس ايه اشوف بس اكتشف الموضوع ده. لقيت طبعا الرجاله بتشيل اوزان عجيبه وبقيت منبهره ومستغربه ازاي ده، وسالت نفسي وانا ممكن في يوم لايما اوصل للليفل ده؟ يعني طبعا كله ايه لا مستحيل، انت البنت بطبيعتها ضعيفه وما تقدرش تشيل وزن. فقلت ماشي بس اجرب. وبدات وصلت الليفل ان انا بشيل اوزان اكتر منهم اصلا. اساسا بقى بتشيلي وزن ايه؟ يعني مثلا على حسب العضله، مثلا ممكن في الرجل اشيل 200 210 ممكن 300. الديد ليفت ممكن 100 110 يعني. فاكتشفت ان لا، وبرده في نقطه ثانيه دي كانت بقى بتجسد حاجات كتير قوي في حياتنا احنا كبنات، فكره ما تقدريش او فكره هي كلمه. بصي هي كلمه مستفزه، الاستهوان ده. يعني هي بالزبط. كلمه مستفزه لاي يعني لاي شخص، اي حد بشري كده في الحياه. ده حقيقه. انت ما تقدرش او ما لا، دي حاجه صح عندك. وبعدين انت تقول ان انت تلعبي ده هيطلع لك عضلات، طب انت شخص دارس عشان تحكم الحكم ده او عارف حاجه زي كده؟ ما ده اللي بنشوفه. لحظه واحده بنشوف النتيجه الاخيره. ايوه نوضح بقى للناس النتيجه دي وراها ايه. بنشوف على السوشيال ميديا بعض الفيديوهات كده لبعض الاشخاص والبنات الجمال جدا مع احترامي ليهم جميعا، بس ده بيخلي دايما الفكر ان الرياضه دي بتغير من شكل البنت الانثوي الحلو ده لحد تاني خالص رياضي. صح. بس ايه مش المعتاد عليه. احنا هوب بنوضح للناس معانا اهو مدربه كمال اجسام وبطله رياضه كمال الاجسام بس بشكل مختلف. احنا برضو ايه يعني ده موجود وده موجود، فازاي يعني ممكن حد يتمرن الرياضه دي بالشكل بتاعك من غير ما يتاثر بالاشكال الاخرى اللي هي ممكن بتخش بطولات بقى وحاجات اكبر شويه؟ الست ما بتفقدش شكلها الانثوي غير بعوامل خارجيه، انها تاخد هرمون زي التست، هرمون الذكوره تبدا
تاخده بشكل حقن او هرمون جي اتش زي هرمون النمو. غير كده مهما تشيله مهما تعمل ومهما مارست الرياضه بشكل احترافي مستحيل تخرج من زون الانوثه. بالعكس كمال الاجسام بيساعد انه يظهر الشبه الانثوي اكتر. فعلا دي حقيقه. مهما تلعبي ومهما تطولي من تمرينات او تزودي اوزان ما بيغيرش من شكل العضله. انا عايزه اقول لك ان انا في اوقات ببقى عايزه شويه ماسلز كده تظهر احس ان انا الويت اللي بشيله ده فيه ما فيش. طيب بصي انا برضو يعني قولي لي انت الموضوع اتطور معاكي ازاي؟ يعني انت بداتي انك هتلعبي كمال اجسام مش هيبقى ليكي دعوه بالتدريبات خالص. لا خالص انا هبدا بعد كده بقيتي مدربه بالظبط. فهل بقى انت مثلا كانت في البدايه الموضوع ماشي معاكي مثلا بالاوزان ولا الموضوع تطور معاكي ازاي؟ يعني احكي لي. هو انا لقيت ان انا بكسر القوالب اللي المجتمع حاططها. لا يا فاطمه بلاش الجيم ده لعبه رجاله. ادخل الاقي يعني نفسي اتعرضتي لحاجات اوريدي ده كتير. بلاش دخلت لقيت لا اللعبه دي اصلا احنا المفروض لينا كستات بسبب حالتنا الجسمانيه وبسبب الضعف اللي بنمر بيه على مدى مراحل حياتنا. اللعبه دي معموله لنا اصلا ده اللي اكتشفته. فانت كل ما بتاخد خطوه في اللعبه اكتشفت انت عمال تكسر في قوالب وهميه المجتمع عاملها وهي مالهاش وجود. خدي انوستك لقيت ان انا كنت مليانه خسيت والشيب بدا يترسم وبقيت بعرف البس فساتين وبعرف الله فقدت انوثتي. انا اكتسبت انوثه يعني انا بقيت حسيت ان انا شكلي جسمك شايلك عضلات جسمك شايفين جوه ما شاء الله. يعني وانت بقى بتتمرني ده فتنس صح ولا واوزان برضه ده بالانس واقفه على كوره كده. انت كده شايله كام كيلو؟ لا هنا ده دي تمارين بالانس ده بالانس كلها توافق عضلي عصبي يعني بمعنى اصح ال بس انت بالمسمى يعني بتلعبي كمال اجسام اللي هي الشكل المعتاد اللي احنا عارفينه ولا انا شايف ان انت بتتمرني في الجيم مختلف الاشكال الرياضيه اللي احنا عارفينها يعني بالظبط. ما انا بعمل دمج من كذا رياضه يعني انا مثلا ما ينفعش العب اشيل وزن تقيل بس لازم يبقى عندي بالانس لازم يبقى عندي توافق عضلي عصبي فبشتغل على كل حاجه مش اوزان بس عشان ما تحصلكيش اصابه او ما تبقيش مركزه في حته بالزبط. معينه بالظبط لازم عندي كمان بالانس في العضلات صح طب يعني ما ينفعش ابقى مركزه في حته واحده بس. فاطمه انت قلتي ناس كتير اعترضت على موضوع ان انت بنت وتدخلي المجال ده او رياضه كمال الاجسام. حابه اعرف اهلك رد فعلهم ايه وهل اعترضوا زي الناس كده ولا شجعوك؟ بصي هما ما اعترضوش هما شافوا ان بنتهم عايزه تروح الجيم فتمام روحي عادي ما عرفوش ان الموضوع انا في دماغي بيكبر في حاجات بابا وماما مش عارفين اللي كان جوه بالظبط لايه؟ لا وبعدين انا هروح مثلا هشيل وزن لا اوريدي يا فاطمه انت كده مش هتقدري تشيل وزن احنا بنات يا ماما. طب استني انت قلتي بقى وزن انت اللي جبتي الكلام لنفسك انت يعني اقصى وزن ممكن تكوني شلتيه كام؟ يعني اكبر دمبل في الجيم دمبل 60 بشيله عادي بلعب بيه ده انا قلت ممكن تكون اصل في حاجات مثلا ممكن يحطوا الدمبل مثلا على ماشين معين في بعض الماشينز صح؟ بحط عشان كده ده كان السبب اللي انا بسالها ان في يعني في اوفر ويت عكس الجهاز ما هو ده اخره لا بيحط دمبل فوق لدرجه ان انا ممكن صاحب الجيم يقول لي لا الواير يا فاطمه ممكن يتقطع هو معمول على الويت ده بس ما بلاش تحطي وزن يعني او بتوصل لمرحله معلش بترفعي كام اللي هو يعني في كمال اجسام مش لا مش بتكلم كده بتكلم على الاشكال الخاصه بالرفع والنطر والحاجات اللي هي خاصه باللعبه نفسها بتعمليها ولا لا يعني بتعرفي تعملي مش كلها مش لا كلها. مش كلها بس في حاجات كتير دخلت فيها في زون الباور ليفتنج لان هي اللي هو ممكن العب اشيل مثلا 150 كيلو ارفع عده عدتين وانزل بالظبط دخلت بدات بقى حاليا ادخل في زون الباور ليفتنج فالموضوع عمال يكبر برضه. طيب نرجع بقى تاني لموضوع الاهل عشان انا حابه اعرف فكره ان هم اعترضوا ولا سابوكي او لما شافوا ان انت انثى ولسه محافظه على نفسك شجعوكي؟ لا هم في النص قلقوا لما لقوا ان انا بدات ارفع اوزان وبدا يحصل تحول في شكلي مش قصدي ان انا بفقد انوثتي على قد ما الشكل بدا يتغير حتى شكل وشي بدا يتغير. يا فاطمه احنا مش عارفين الموضوع هيوصل لفين. قلت لهم لا هو كده بعد بقى ما درست بدات اوريهم بقى واقنعهم لا تكوين جسم البنت اصلا مهما شالت عمر ما ده هيحصل هو طبيعه جسمها كده وانا لازم امن عضلاتي وبقيت اديهم نماذج من العيله. بصي طنط فلانه في سن كذا صغير بقت عامله ازاي بصي دي كان بقى عندها امراض عامله دي لو جهازها العضلي قوي طيب. كان زمانها بقت كويس. خليني يعني برضو اعرف منك النظام الغذائي هل ليه عامل انا عارف ان هو ليه عامل في ضبط شكل الشيب بس هل في نظام غذائي معين ممكن يخليكي تعضلي اكتر انت متجنبه؟ مش اعض بص في نقطه بس هي في نقطه فيصليه في الموضوع كديفينيشن يعني بيبقى الجسم مشفوط منه الفات بطريقه زياده شويه فالعضله بتبقى باينه زياده شويه بالظبط دي حقيقه. في انظمه غذائيه لكل تارجت انت عايز توصل له وفي حاجه تانية بقى دي بس دي قليله قوي في جينات وراثيه بالزبط. في بنت تبقى الجين الوراثي بتاعها عنده قابليه انه يعمل ماسلز انا هبقى حريصه وانا بمرنها ان انا دايما يبقى فيه فات زياده
عشان ما تبقاش مشرخه الماسلز بتاعتها ما تبقاش باينه قوي. بتعرفي من بيبان شكلها وهي بتتمرن، بيبان اوريدي الماسلز قدام بتتقسم، باين شكل جيناتها انها ممكن واخده جين الاب جين الاخ، يعني شكلها قابل. فببدا ابقى حريصه نسبه الدهون ما تقلش عن ليفل معين عشان ما تبقاش تفقد الشكل بتاعها. هل بيكون عندها هرمون زياده عن التاني شويه؟ لا مش زياده، بس هي بيبقى جين وراثي، الشيب بتاع الشكل شكل العضلات بتاعها بيبقى اصلا الابر عندها اعلى من اللور مثلا، العضلات عندها الابر اعلى، فببدا ابقى حريصه عريضه شويه في ارفع شويه، نظام التمرين فوق في الابر بيبقى غير اللور. طيب لو هنقول يعني خلينا نتكلم عن مثلا السلبي ان هي شكلها يبقى معضل، ايه نسبه الفاتر المفروض ما تقلش عندها على عن يعني برضو خلينا الناس برضو تتفرج علينا ويبقوا عارفين حاجه زي دي. ايه النسبه اللي المفروض ما تقلش عنها في الفات علشان ما يبانش مستوى العضلي شكله كبير؟ ما هي بص لو هي بتختلف، لو هي بتختلف من حد للتاني، وبعدين هي قصه طولها قد ايه، وزنها قد ايه، نسبه الفات، جيناتها الوراثيه، وفي فروق فرديه ده عامل فرق قوي. بادي يعني دي تعمل في بادي كل التفاصيل، انا بتعامل مع كل شخص كحاله فرديه. في افريج من 28 ل 30 بس ده كده، ده كده ايه، ده كده معديه، ده كده في مرحله اللي هي مش ولا ده العادي، لا لا مرحله الدهون اللي هي كبيره، لا دي مش دي لو هي اوفر ويت كده اوفر ويت بالظبط. لكن انا بالنسبه لي في العادي بمسك كل ان بادي على حسب كل حاله انا ماسكاها، على حسب طولها، نسبه الميه، العضل، جيناتها الوراثيه بيبان في شكلها وانا واقفه معاها. طيب فاطمه، يمكن زمان كده كانت البنات بتخاف تروح الجيم عشان شكل جسمها ما يتغيرش، وممكن تبقى بتتمرن غلط او الكابتن مثلا يديها تدريبات غلط، تشيل اوزان زياده، تعرض من فوق، يعني يحصل لخبطه كده في شكلها او شكل جسمها. هل في اقبال دلوقتي، خصوصا احنا بقينا نشوف على السوشيال ميديا بنات كتير ومدربات كتير لكمال الاجسام بالزبط. هل النظره اتغيرت؟ هل في بنات بتقبل على فكره كمال الاجسام ولا لا لسه في تخوف؟ اتغيرت بنسبه كبيره، لما بقى يشوفوا دليل مادي ملموس ان اهي ما هي بتشيل وزن وشكلها كويس بقى ويشوفوا بعينهم، وفي نفس الوقت ممكن يظهر نموذج مضاد تماما فيتخضوا، ايه ده هو انا ممكن اوصل لكده؟ ده اللي حاصل على السوشيال ميديا بالظبط. نبدا نشرح، لا يا جماعه هو علميا كذا كذا كذا، البنت عمرها مهما شالت عمرها ما توصل للمرحله دي عشان فيها طب دي وصلت ازاي، دي خدت كذا وخدت كذا وخدت، فنبدا نشرح فالناس بتبدا تفهم. هي يعني كل القصه الناس محتاجه تفهم يعني بتاخد الصوره كده من بره وتبدا تتخض. بس برضو يعني يمكن فاروق يحضرني في حاجه زي دي، ان احنا برضو حتى الرجاله ليها برضو يعني ماكسيمم لود في شكل العضله، هو اصلا ان هو يعني باين عندنا بروز عضلي وباين ان احنا عندنا بالزبط. بس برضو لينا مستوى معين من الضخامه، في ليفل معين بعدين نضطر نستعين او بيضطروا يستعينوا بالحاجات الخارجيه علشان يبقى شكله زياده شويه عن الطبيعي. بالظبط، يعني حتى بقول للبنات الراجل عشان يوصل لليفل معين من الماسلز هو بيحتاج ياخد حاجات، انت بالنسبه لك عشان توصلي ان الماسلز تظهر دي حاجات اكتر طبعا، دي قصه الموضوع صعب جدا. انا عايز بس اوضح حاجه، الحاجات دي طبعا كلها ضاره وغير مصرح بيها وزاره الصحه تماما، كارثيه تمام، اي حاجه اي عوامل خارجيه يوضح لنا ده من خلالك برضو، لان انت متخصصه في حاجه زي دي، فدي برضو لازم تبقى واضحه. اي لعب في الغدد والهرمونات ده كارثي. لكن المكملات الغذائيه، دي حاجه بتكمل الغذاء، لكن دي بتساهم في بناء العضله بشكل معين، يعني في اللي حصل لها من ناحيه الاستشفاء، التكسير اللي حصل فيها الكلام ده، زي الاكل بتاعي ليها برضو حد معين من الشكل العضلي او الكتله نفسها بالظبط. عمره ما يغير في ده، اي حاجه ثانيه اللي هي بتاخد خارجيه اللي هي داخله فيها هرمونات ده خطر جدا، ده كارثي، بيلعب في الغدد كده. لا ده كارثي تمام. حلو جدا. اي بنت دلوقتي عايزه تتمرن معاكي، انت بتضربي بنات بس صح؟ طيب يعني تعمل ايه، وكمان برضو ايه اول حاجه بتعمليها معاها؟ اول حاجه بسالها عندك انزلاقات، عندك مشاكل في الركبة، عندك، لازم أعرف حالة عظمها، الجهاز العظمي بتاعها لازم أبقى ملمة بكل تفاصيله، وبناء عليه دايما بشتغل معاها في الأول تأهيل عشان ابدا اقل يعني العظم بتاعي يبقى متامن. لو انا مثلا عضلات الحوالين العمود الفقري لازم ابقى امنها عشان اقدر اخليها تلعب ظهر اصلا، ما ينفعش اقول لها خشي شيلي الركب، الخشونه، الركب، الكلام ده، الاربطه والعضلات والحاجات اللي هي خاصه بالمشي والجري، فنقلل شويه منها، ممكن امنعها خالص، ابدا اشتغل على الاربطه والمفاصل، الحاجات اللي حوالين المفصل، تقويه كلها، وكده ببدا اشتغل فعلى حسب الحاله الجايه. بس اول حاجه بسال عنها العظم، لان دي الدروب فيها بكارثه، يعني لو اتعاملت معاها غلط ممكن اسبب لها مشكله كبيره. فلازم بس بعد كده بنبدا بقى اعرف نظام اكلها، بتاكل ايه، بتشرب ايه، بتنام امتى. طبعا بقى في رولز اساسيه لازم تلتزمي، ده اساسي، لو مش هتلتزمي فهو الموضوع مش يعني الموضوع بياخد وقت. لازم نظام اكل متوازن، ده بعمله طبعا بناء على الانبودي بتاعها. بس وبعرف التارجت بتاعها هي عايزه تعمل ايه. يعني في بنت تقول لي انا عايزه اخس بس،
اكيد ممكن حد يجي انا عايز ازيد شويه على حسب، ببدا اشتغل معاه بقى واحده واحده. انت بتدربي كمال اجسام بس ولا ممكن واحده زي ما انت قلتي كده عايزه تخس او تظبط جسمها فتجيلك؟ ما هو كمال الاجسام، بص احنا مفهومنا عن كمال الاجسام المسرح مستر اولمبيا. ايوه هو ده مفهومنا كمال الاجسام. احنا بنوظف، انا ممكن حد يجي لي تقولي انا الدكتور قايل لي ان انا مثلا اجي اتمرن، هي احنا بنوظفه بشكل طبي، بنوظفه ان انت ممكن تخسي بيه، ممكن تعلي بيه، ممكن لو عندك مشكله في فقرات الظهر نبدا نأمل. احنا بنوظفه مش بنلعب كمان، الناس مش تطلع على مسرح. طيب بنوظفه. انت عشان توصلي للمستوى اللي انت فيه بتتدربي كام ساعه في الجيم؟ والله على حسب، يعني هو على حسب، انا مثلا دلوقتي دخلت في زون الباور ليفتنج، الباور ليفتنج محتاج وقت ريكفري عالي عشان الاوزان عاليه، على حسب، بس في العموم يعني اوقات ساعه بالليل وساعه الصبح. يعني لازم مرتين في اليوم اوقات؟ اه حاليا مثلا يوم ويوم. فعلى حسب انا في انهي زون تمرين. حلو. طيب يعني برضو خليني اعرف منك ان دلوقتي بنات بيتفرجوا علينا وهي دلوقتي ممكن تكون مش مياله شويه لحته الجيم او كمال الاجسام، ايه الالعاب التانيه اللي ممكن تديها قوه انت من وجهه نظرك ممكن ان هي تقدر تلعبها بشكل طبيعي؟ بص انا بالنسبه لي اي رياضه بس اتحركي ما تقعديش. فكره ان انت القعده دي كارثه. القعده بتاعه الموبايل والقعده بتاعه اللاب والانزلاقات اللي انا بشوف الجيم كوارث. انزلاقات الناس عندها 20 21 سنه تقولي عندي انزلاقات في العنقين، عندي انزلاقات فيكي كانت تقولي في الموبايل. اصلا ليه علاج الانزلاقات اللي احنا طبعا هي على المدى البعيد، بس انا ببقى شغاله مع الدكتور. بس انا بشتغل ببدا الشغل معاه بيبقى على المدى البعيد قوي، ان انا بشتغل على العضلات البسيطه اللي محاوطه السباين نفسه. فالموضوع بياخد وقت. بس انا بشوف اطفال عندها كوارث. الانزلاقات دي بتسبب صداع مثلا، بتسبب ارق او ارهاق في انهي فقره؟ ممكن يسبب تنميل في الرجل، تنميل في الايد، مش عارفه اتحركي رقبتك على حسب انهي فقره. فعلا بدانا نسالها تحس ان هي اسئله بقت شخصيه. بصراحه اي حاجه شخصي ليا بنعاني بيها، فاهم؟ اي حاجه احنا بنعاني بيها يا جماعه بنسالها برضه علشان نبقى عارفين. لا لا طبيعه شغلي. طبيعه شغلي طبعا، انا ببقى افضل قاعده طول الوقت والسواقه مسافات طويله بالزبط. فممكن يبقى عندي صداع وارق وعصبيه كده بسيطه شويه بالظبط، عشان بيبقى في تعب. هل ده ليه علاج بقى عامه لكل الناس مش كانوران يعني؟ اي حد بيعاني ده ليه علاج في الجيم؟ احنا اي مشكله ولا على طبي بس؟ لا انت لا شفتي بيعملوا فيا شايلين لي من الفكره اللي قبليها. ايوه انا شايفه والله. بس انا اي حد يجي يقول لي عندي مشكله في العظم، اول حاجه اقول له عشان ترحم نفسك من الوجع باول جهاز العضل بحيث يشيل الحمل من على الاصابه. يعني الاصابه مش بتتحسن، انت بتحس بتحسن. يعني في واحد يقول لي انا بعد اسبوعين مثلا حاسه بفرق، يقول انا العضل بقى قوي فشايل الحمل عن العظم. فالناس دي بالنسبه لي تقول لي انا خايفه العب، ولا انت لازم تلعبي، هي الرياضه معموله للناس اللي عندها مشاكل من النوع ده لازم. فالناس فاكره او حاطه ظن الرياضه في حته ان هي ايه رفاهيه، او انا نازله اقضي ساعه في الجيم. فكرتيني بحاجه حلوه قوي. احنا بصي احنا اللايف ستايل بتاعتنا اصلا غلط يعني احنا. دي حقيقه. بس لما الواحد كان بيروح الجيم يتمرن كنت بلاقي ايه معظم الناس كده الواحد بيشوفهم يعني ايه هو رايح الجيم ماسك الموبايل في ايديه واللي هو ايه يعني عارف انت تحس ان هو داخل بيبرق وطلع بيبرق اكتر. ايوه يعني مفيش نقطه عرق. ايوه دي حقيقه. فراح اتصور. ايوه ولاد وبنات. وانت رايح تعملي يا بنتي رايح اتصور. أيوة. عارفه اللي هو ايه تحس ان هو بنات فول ميك اب بقى انت اكيد بتشوفي ده. ايه نعمل فوتو سيشن فول ميك اب هو هي براحتها وشكرا. ازاي؟ طيب دلوقتي الناس اللي بيجي لها ملل اللي هي البنات اللي انت بتدربيهم وبرضه نتكلم على ايه الرجاله. اللي ممكن في الاول حماسي جدا انا هنزل جيم بص من دلوقتي يلا بينا شيكو دلوقتي حالا كلنا كده وبعد كده ايه يوم في الثاني هوب الدنيا تهدى الثالث الدنيا خلاص بقى هوب العجله ريحت خلاص بقى نعمل ايه عشان نقوي دايما من عزيمتنا وكمان نوصل لمرحله ان احنا ايه عايزين يعني نحط هدف قدامنا وتارجت ان احنا ازاي نوصل للحاجه دي اللي احنا مش فاهمينها. بص السؤال ده شخصي على فكره. بص دي فنوران هتقول لك ايه لا انت فكرتني يا فاروق والله فكرتني بحاجه اللي هو يقول لك ايه انا اشتركت في الجيم طيب بتروح ايه ده وانا لازم اروح هو اللي بيكمل عارف الفوز ده هو اللي بيكمل بقى هو بيكمل بقى هو انا لازم انا مش هخس وانا في البيت انا دفعت لازم اخس بالظبط. بص انا بالنسبه لي بحل الموضوع ده ازاي ومعتمد بشكل كبير على المدرب. ما ينفعش اللي جاي لي اتعامل معاه انت جايه الجيم طب يلا لا لازم احول الموضوع عندها نفسيا من ان هو بزون ان انا جايه الجيم لا انت لازم عشان واحد اتنين تلاتة عشان لما تتجوزي عشان ما تخلف شيلتك لابنك وقفتك عضلات فقرات رقبتك وعضلاتك لو مش شايلاكي هيحصل كذا ويحصل فتبدا هي ايه ده فعلا قلت لها بصي على قرايبك حلفت فعلا فلانه كذا فلانه ده هدف الخلفه
يعني ده بتطلع هدف ان هي ايه لو حصل لها موقف الحمل فتبقى هي جاهزه او اللي بعد كده، لكن هل بتبني لها جوه دماغها او لاي حد لازم يبقى في فكره. بص هدف معين واضح كده ان انت تبقى مثلا بطل الابطال، هتخشي الساحل الشمالي ايا كان الموضوع. ايه بص انا الموضوع عندي ازاي، انا لازم ابدا من جوه. الموضوع مش ظاهري، مش فكره ان انا هشتغل على الجسم، لازم اشتغل على العقليه. لازم تفهمي ان انت بتبني جوه من اول جوه لحد بره. لازم تبقي عندك ثقه في نفسك. ايه ده الوزن ده كبير، تقدري تشيليه، هيجي عليكي وقت هتقدري تشيليه. أيوة لازم تبقي هي بالظبط بالظبط. بنلاقي كوارث. وعايز اقول لك الكوارث كمان بتبقى في الرجاله يعني. ايوه طبعا انا بشوف ناس ببقى خايف عليها، وهو يعني انا خايف اسمع صوت ترقعت مفصل او حاجه تحصل. بيحصل ولد صغير جدا وبيتفرج على يعني ممكن ده السؤال انا كنت هساله لك. اليوتيوب انا بشوفه كارثي. الناس بتاخد تمارين منها، ان التمارين النازله دي بتاعت حد يعني اثليت يعني، ده خلاص ده معدي داخل يقلد. وداخل يقلد. فهل انت برضو ده يعني حكمك عليه ايه برضو يعني كحد متخصص في كمال الاجسام؟ ما انا بالنسبه لي ما ينفعش. اولا لازم اي المدربين اللي واقفين في الجيم اي حاجه زي كده هو بيروح يتعامل على طول. بس في ناس ما بتقبلش يعني، في ناس بيقول لا انا عارف انا بعمل ايه. بس بنبدا نوجهه من بعيد، لو واحده واحده، طب بص دي عشان بس عمودك الفقري فيه كذا، عشان ما يحصلش كذا، نبدا ناخده واحده واحده. بس احنا نشوف مهازل بصراحه. معلش دور المدرب هنا ايه في الجيم؟ هل هنا المدرب دور ان هو يكون يعني في التمرين بتاعه برايفت بس مع حد من انا كفاطمة؟ ايوه يعني لازم برضو نوضح لان الناس بتخاف من القصه دي. دور المدرب في الجيم هنا المفروض بيعمل ايه وايه اللي عليه الدور بتاعه يعني؟ وكمان برضو نفرق ما بين ان حد بيتدرب برايفت وحد تاني عادي جدا بيتمرن في الجيم دفع اشتراك وبيروح بس مش عارف يتمرن، يعمل ايه؟ بص هقول لك حاجه، انا ما اقدرش اتكلم بشكل عام بس انا هتكلم عني. انا بالنسبه لي كفاطمه ما فيش فرق بين البرايفت وبين العادي. تمام. انا الشخص جاي لي انا بالنسبه لي اقول يا جماعه دي ناس في رقبتنا. تمام. دي اجسام ناس في رقبتنا، فما ينفعش يبقى حد بيتمرن غلط وماليش دعوه عشان هو مش بي تي مثلا. بالظبط. فدي قصه. انا بالنسبه لي لازم برضه زي ما قلت لك اشتغل على عقليته ونفسيه المتدرب. يعني صح. ما ينفعش مثلا اقول له العب دي صح، شوف مش لا، طب انت ايه التارجت بتاعك؟ طب انت عايز لازم تحدد تواصل انساني، لازم تحدد ان انا مهتمه. بالظبط. مجرد ما حس كده اي حاجه هقولها له هو هيستجيب على طول. ولازم احفزه، انت هتعمل كذا عشان كذا، عشان فقراتك، عشان المستقبل، عشان بعد كده، عشان كذا، عشان كذا. ايه ده بجد يعني انا ممكن اوصل؟ طبعا ممكن. ده بلاقي من بكره تلمس نتيجه من اول اسبوع. صح. فانا ببدا اشتغل من الشخصيه، من جوه، من العقليه والنفسيه، مش من جسمي. والله فاطمه يعني احنا بنتمنى ان يكون فعلا يعني صوتنا بيوصل من خلالك، وخصوصا بالاخص للبنات او حتى الشباب. يعني الكلام ممكن يكون عام لان هي في الاول وفي الاخر هي رياضه كمال اجسام، والبنات والولاد بيلعبوها يعني بصفه ممكن نقول يعني ان هي زيهم زي بعض. مفيش اي اختلاف. طبعا انت نورتينا وشرفتينا. شكرا. وان شاء الله كده مزيد من النجاح ليك يعني. احنا لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقراتنا، بس هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا كده عن الاحلام وصوفيا زاده. خليكم معانا.